أهلا وسهلا فيكم أصدقائنا بفيديو جديد من قناتكم ألعاب سيارات. خليكم معنا أصدقاء. أصدقائنا أهلا وسهلا فيكم من جديد. مثل ما كنتم شايفين هاي هي سيارتنا اليوم، واللعبة هي منحدرات خطيرة وصعبة. مين جاء مفسبل رامب؟ منحدرات صعبة وضخمة. خلينا نبدأ أصدقائي. طبعا اللعبة بتتألف من أكثر من مرحلة، بمجرد أنك تنهي أول مرحلة بتبدأ باللي بعدها، وبتجمع نقاط لتختار سيارة أفضل من السيارة اللي قبلها. بدنا ننتبه شوي، نعرف المسار لوين. وبدنا نخلص قبل ما ينتهي الوقت، مثل ما انكم شايفين في عداد بأعلى الشاشة. طبعا إذا جمعنا نقاط رح نغير هاي السيارة، نختار سيارات أفضل وأجمل. هاي المرحلة سهلة كونها بداية اللعبة، بس بعدين تجينا مراحل أصعب فيها حماس أكثر. نهينا أول مرحلة أصدقائي، ننتقل للمرحلة اللي باقي. خليكم معنا وتابعوا. بدنا ننتبه على المنعطفات هاي الصعبة، ما فينا نزيد السرعة. نحاول نهدي شوي هون بس لنقطع هاي المرحلة. فينا نزيد السرعة أصدقائي مثل ما انكم شايفين. انتهت المرحلة الثانية أصدقائي، فيكم تتابعوا مراحل كتير.